سيت ابات المتابعين من زمان ما شفناهم وسحبنا على سيت ابات المتابعين. على السريع لكم تعليق حلو، حلقه جديده من سيت ابات المتابعين. بس بسوي تقييمات اوكي، انا بس من باب الضحك. اول سيت اب، طب ليش ايديت وفلاتر بدي اتزوج السيت اب تبعك؟ انا بدنا نخطب يعني؟ والجسار وارجيل اوكي حلو، بس يعني انا ما افهم، انا بدي اتقدم للزواج السيت اب تبعك؟ مان تعرف ليش انت راسب؟ يمكن وصلنا للحلقة الثالثة او الرابعة بالسيت اب المتابعين ونفس الكيبوردات عندكم، متفقين مع بعض شباب كلكم تشتروا نفس الكيبورد نزلتوا على السوق؟ كفو اللي حط الصورة مشان يبين حقيقي، خلص ما في داعي نفتش وراه، ما في داعي نفتش وراه. واخيرا حدا غير الكيبورد، جاب كيبورد ام اس اي. 10 من 10 انه حاطط الصورة بس اوكي؟ ما راح اطلع اي شيء ثاني، كفو تربح. امزح امزح امزح. امزح مشان ما يقولوا زاك انه طب اعطونا الشغلة انه مكتوبة شيء عن البي سي ولا بس هيك اطلع على المنظر انا اتنبأ يعني. يعني انه ايش بدي اشوف بالعتمة ما بعرف. مان مرة ثانية. اتفضلوا انتوا على علقوا يعني اوكي؟ اول شيء على الكاميرا. ثاني شيء على الكيبورد. ثالث شيء ليش الشاشة محطوطة هنيك ما بعرف. ليش؟ طاولة يمكن صغيرة. طبعا ما اعرف ليش بتصوروا بالعتم اصلا. ليش؟ الله يستر. الله يستر. شوفوا هذا الزلمة. هذا الصح، هذا الشغل مصور بالضوء. الزلمة عم بورجيك هذا انا. يمكن سيت اب دراسي هاد. اوكي؟ هذا مسوي قاعدة الشاشة منفضت سجاير؟ والله شكله شباب هذا بينفض سجاير هون. طبعا بي سي وعلى قده الزلمة، تمام؟ مو منزل عليه شيء. ديسكورد وللتصفح يعني للدراسي، فهمت شلون؟ حلو حلو اي لايك سيت اب دراسي. ف يعني بما انه للدراسه ما راح ننزل من معنوياته، موفق تنجح وتجيب سيت اب احسن من هذا بكثير اوكي؟ جي جي مان. بس لا تدخن وتخبي السيجارات تحت الشاشه، شايفينك اوكي؟ يا اخي والله صوروا لي بالضوء. طب اوكي حط لي صوره بالضوء وحط لي صوره بالعتم، تمام؟ يعني صورة بإضاءة وصورة بدون إضاءة مشان إيش؟ يعني أعرف شلون أقيم، يعني إنه نشوف المنظر، يعني نشوف الجمال تبعكم، نعرف إيش فيه. زاك هي خصوصيات؟ يعني هلا شفنا البرادات تعصبوني أنتوا، قلت لي خصوصيات ما؟ بدك الناس تنظف سيت أب عشان تصور لك، نطفي الضوء وخلص. ميك سنس يعني، فهمت شلون؟ بس أني واي كشفته إنه كيبل مانجمنت صفر. طلعوا ماوس لوجيتك نفس اللي كان عندي، هذا احلى ماوس انا لعبت فيه على فكره بكل الماوس، ما اعرف ليش هذا الماوس انا متعلق فيه كتير بسبب وزنه الثقيل الغبي، فكان كتير يعجبني. ماني شايف شيء مشان احكي غير انه ما في، ماني شايف شيء يعني ايش احكي لك يعني. اوكي الخلفيه، التنسيق الخلفيه مع بعض جميل، ما في شيء ثاني. جي جي. ويت لا تكون هذا انت لا مو انت، هذا دخل نشط في السيت اب وطلع اصلا. نيم اوف ما بعرف كود ايش هذا. شايفين شايفين السيت اب الجميل؟ شايفين السيت اب الرائع؟ شايفين الفنان الرهيب؟ اوف يحضر كل الفيديوهات كمان، الاسطوره. السيت اب اللي ياخذ 10 من 10 السيت اب. لا لا عن جد عن جد عن جد بلا مزح، مو لانه شايف كل فيديوهاتي وفاتح قناتي عم بتفرج عليها، فهمتوا كيف؟ لا لا مو هيك، بس عن جد سيت اب رائع مرتب اوكي لذيذ اوكي. رجع شوي بس صوره كان لورا، يعني حلو 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 كثير كوزي، وتظبيطه للشاشات والكرييتيف اللي مسويه بالسيت اب بهيك مساحه صغيره جميل جدا عن جد، حلو ومرتب. واي لايك السياره كثير، واي لايك ما بعرف ايش هي، بس كمان اي لايك ايش هيك، هو حاط لي دويره عليها ما بعرف ايش هي، هل في رساله مشفره يعني خاطفين وما، بس اي لايك يعني اي لايك مبدع. ها شوف الكفو، هذا السيت اب كني شايفه انا السيت اب ابو موتور. الله شوف يا معلم، ركز معي اوكي صاحب السيت اب، ركز معي. ويت هذا ايش فاتح عم تفرج؟ هذا انا، اي والله هذا انا اوكي. بوكسر ولا لا شنطه؟ اوكي فكرت بوكسر.
كان بده ينط محمد اللي شايف خصوصياته. لو ايش دخلني اذا مطلع البوكسر تبعه انا يعني. شوفوا الزلمه اسطوره، هاد كلاسيكي اول شيء، يكتب لك اشعار ويعطيك اقوال، ما بعرف خواطر ويعلقهم على الحيط، ويمكن عنده كيبل مانجمنت من هو، فيعني مظبط كيبل مانجمنت مو مخربط. حتى لو رجع الصوره ملاحظ انه في عنده كتب، يقرا، مثقف، تمام. الزلمه مسوي لحاله جلسه، شوف مرجيك هيك على الطبيعه، هيك يعني انا هيك زلمه يعني، جلستي هي انا جلسه رواق، الكيس صغير ململم حلو مرتب، يطلع على دراجته يصور، فهمت كيف؟ ولكن الشيء اللي نزع كل هاد الكيبورد هذا نفسه، هذا اللي نزع. اوكي حتى الجلسه بالليل تمام، تعرف ايش يا معلم، اضاءه خفيفه ورا وعندك الاجواء راح تطلع فنانه، وغير الكيبورد وروح دلعني مزبوط. سيت اب بلاي ستيشن، الله يطعمنا البي سي يا رب. دوشكا، تعال نشوف دوشكا ايش. والله شوف اذا عندك سيت اب كونسول هيك خليك على هذا الكونسول يا معلم، الجلسه اللي عندك اسطوريه تمام، جلستك رهيبه، لان هاي غرفه القعده بتكون. اوكي ما راح نقول كيبل مانجمنت وايش هو الزلمه هذا، الزلمه حتى هون جايبين نفس الكيبورد، حتى على الكونسول مركبين نفس الكيبورد ولا غيره؟ تعرف زي يطلع نفسه، تعرف زي يطلع نفسه، شوف متى ومحركات وارجيله، تنقيه هواء وما اعرف مكيف ايش هاد، مظبط الزلمه، وعطور وما عطور ومشكلس لي وساعات، لا شغل دلعني. اه صاحب اللاده جيم زون وحركات، لا شغل دلعني. اي لايك بس رتب، اي لايك رتب. السيت اب المتواضع، اوكي سيت اب المتواضع، اوف سيت اب فن والله. شوف سيت اب متواضع ولكن الزلمه مو بخلان على حاله، جايب شيء مرتب، شايفين اللي يتابعوني مرتبين، شوف الكيبورد، شوف السيت اب الانيق، اوكي شوف كيف هيك مظبط السماعات، يعني فنان. شايفين جلسته المتواضعه والجميله، ما بيعدين بيتكوين حلو. هون على اساس كيبل مانجمنت هو، بس هو هيك عامل، تعرف وقت تجي تنظف وتشيل كل شيء وتكبه تحت السجاده، هون مساله الكيبل مانجمنت عند الشاب انه كابب كل الكيبل اصلا لورا بهي السله يمكن. اوكي كيبل مانجمنت حسيت ترول لبدايه للحظات، اوكي بس بعدين تبعت صوره القناه عرفت انه مو ترول. سيت اب مين هاد؟ تندر سيت ابك. والله كفو، بوكسر، بلاي ستيشن 5، شايفين كيف مظبط كل شيء؟ مظبط كيبل مانجمنت بس من تحت كمان على اساس مظبط. اي شباب هذول سيت ابات الاغنياء، انتو كيف؟ هون سيت ابات الهاي كلاس، مظبط كل شيء، سيت ابو احسن من سيت ابيو، يعني مو حسد تمام؟ يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني مو حسد والله، سيت ابو احسن من سيت ابي يا شباب، يعني افضل. انا لسه ما جبت بلاي ستيشن 5 ولا مظبط هيك يعني، اوكي؟ سيت ابو افضل من اللي عندي يعني مسويه. السيت اب اللي يفوز معنا، السيت اب اللي يفوز معنا، هذا السيت اب الاغنياء ما ينحسب علينا، اوكي؟ هذول ما لنا علاقه فيهم، فهمت شلون؟ سيت اب الاغنياء ما لنا فيه، وجه متاخر. اكثر سيت ابين عجبوني، سيت اب هذا الكلاسيكي ابو جلسه بس لو يغير الكيبورد، هذا راح ياخذ مركز الثاني، المركز الثالث دوشكا، سيت اب الكونسول تبعه، بس كمان محتاج للترتيب، ولكن السيت اب اللي يفوز التوب اللي كان هيك يعني مرتب، مو لانه هذا والله في منافسه على المركز الاول يعني، اوكي فانتوا صوتوا مين ياخذ من بين هذول الثلاثه المركز الاول. ما هو ما صور من ورا مشان هيك انا ما اعطيته مركز الاول مباشر، ولكن انا اكثر سيت اب عجبني هاد، ما ادري ليش يعني، الجو الاجواء عجبتني.